تباعا يواصل مطار سيئون الدولي استقبال العائدين من خارج اليمن بعد أشهر من المعاناة. هذه رحلة قادمة من جمهورية مصر العربية لطيران اليمنية، حيث وصلت إلى مطار سيئون وعلى متنها 170 مسافرا من العالقين اليمنيين الذين مروا بمعاناة جراء توقف الحركة الملاحية الجوية على مستوى العالم بسبب انتشار فيروس كورونا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على السلامة في بلادنا، يعني عانينا كثير لكن الحمد لله بالأخير وصلنا لبلادنا. نشكر الحكومة، نشكر كل من ساهم بإقلاع العالقين، وأتمنى كمان ما توقفش على الرحلات يجيبوا العالقين كله. نطلب من الحكومة أنها تؤمن المسافرين والعالقين إلى محافظاتهم، مش أنهم يجيبوهم لا مطار سيئون وخلاص أنتم دبروا أنفسكم. تأمين على الحكومة، الدولة تأمن المسافرين والعالقين حتى محافظاتهم، لأن أنا سمعت أنه يمشوا مسافة وينزلون في محافظات، ينزلون في المكان الفلاني ويقول هذا من فين هذا من فين، ما لبش داعي للعنصرية، كلنا يمنيين أبناء هذا الوطن. خلال عدة أسابيع استقبل مطار سيئون الدولي أكثر من 350 مسافرا من العالقين في المملكة الأردنية الهاشمية في ثلاث رحلات وسط إجراءات احترازية وقائية تتمثل في الرش والتعقيم للأمتعة والمسافرين وفحوصات البي سي آر التي تؤكد خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الفحص الحراري من قبل الطاقم الطبي المتواجد في المطار. طبعا مطار سيئون قام بالإعداد الجيد لاستقبال هذه الرحلات، وقام بتنظيم سيقوم بتنظيم حركة المسافرين من إجراءات التعقيم وإجراءات الفحص الفريق الطبي التابع لمكتب وزارة الصحة وأخذ البيانات اللازمة والفحوصات اللازمة والتأكيد من شهادات فحصهم للبي سي آر وثبوت خلوهم من فيروس كورونا. إدارة المطار تقوم بالتنسيق مع عدد من سائقي المركبات لنقل المسافرين إلى أقرب نقطة لمحافظاتهم، وذلك لتجنب الازدحام في مدينة سيئون، وخاصة بعد ظهور عدد من الإصابات المؤكدة بالفيروس في وادي حضرموت. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مطار سيئون الدولي.